فيستمر الصيد عندنا. بعد أعوام من صورة ضبابية للصيد الجائر في السعودية، جلسة نقاشية لوضع ضوابط جديدة للصيد البري المستدام ولأول مرة في السعودية. المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية واهتمام لضبط آلية صيد الطيور المهاجرة والمستوطنة وفق اتفاقية دولية للحفاظ على التنوع الإحيائي في السعودية. هذا كله سيتم في أقل من شهر، ومن ثم سيتم إعلانها. المهم في هذا الموضوع أن الأنواع التي ستعلن في القوائم محددة كنوع ومحددة كعدد كوتا للصيد، ومحدد الوسائل أيضا المستخدمة في الصيد، ويمكن للصيادين الحصول على رخص الصيد من خلال المنصة الإلكترونية منصة فطري التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. خطوة طموحة مرتقبة لتراخيص إلكترونية عبر منصة فطري، ومن خلالها يتم تحديد أنواع الطيور وأعدادها والتي سيسمح بصيدها بشكل رسمي، بالإضافة لتحديد الوسيلة والأسلحة المستخدمة من بنادق هوائية ونارية للصيد في السعودية. أولا طال عمرك رسالتي لنفسي ولكل صياد أنه دائما نحترم النظام أكثر مما نخاف منه. إذا كنا نخاف من النظام معناته إذا غابت عين الرقيب تجاوزنا الأنظمة وأخطأنا، ولكن إذا احترمنا النظام حتى نحن نحترم، يعني إذا احترمت النظام تحترم من قبل المسؤولين. فبالتالي إن شاء الله راح يكون فيها وعي أكثر من القناصين واحترام للنظام ومبادئ الصيد وأساسياته، حتى نحظى بتوافق مع الجهات المسؤولة، بحيث أنه إن شاء الله في المستقبل ينظم لنا وضع الصيد بشكل مريح. الإكثار إطلاق الكائنات الحية، عندنا الآن اهتمام ملف كبير جدا في البيئة البحرية، وبدأنا الحمد لله في أول مبادرة، ونحن على إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإزالة الحطام من البيئة البحرية والجزر وإعادة تأهيلها، ونعمل كذلك على القرب الآن في مشاريع للتنوع الأحيائي. لوائح تنفيذية ومعايير جديدة بصدد تنفيذها لآلية إصدار تراخيص الصيد والمخالفات المخصصة، أمور من شأنها ربط حلقة الوصل بين الهواة والصيادين والجهات المختصة حفاظا على التنوعات الأحيائية وبقائها بعيدة عن الانقراض في السعودية. محمد المشاري، MBC الرياض.